يعني أنا جاي ألعب قدام فريق بسبعة مليار، هذا أولا. فريقي يعني بصراحة النتائج السيئة اللي كانت بالمرحلة الأولى انعكست علينا بصراحة، انعكست على الفريق يعني كمجموعة وكأفراد. الفريق من يعني صار له تقريبا 6-7 مباريات يعني جاي يؤدي، لكنه فرص الحالات التحكيمية بعض المباريات كان فيها غبن واضح إنه، لكنه ما عندنا يعني غير إنه نحاول بالمباريات اللي على الفرق اللي يعني بيها يعني خلينا نقول يعني تقارب نسبي بالمستويات. ف يعني أنا راضي عن اللاعبين الأداء اللي قدموه، لكنه أخطاء، دائما أخطاء بيها توقيت حقيقة سبق وان قلت إن المدرب ما يقدر يدخل بيها، توقيت راجع إلى ذهن اللاعب وذكاء اللاعب. فعلى كل حال الحمد لله على كل شيء. أنا جاي أشوف إنه قدمون مستوى جدا طيب. كل المباريات كان مستوى طيب. لكن العقم التهديفي. يعني تعرف أنت يعني الأخطاء اللي يرتكبها صاحب الجودة الأقل، هذا واضح جدا. يعني كل ما اللاعب زادت الجودة مالته وزاد ذكاء داخل الملعب الميداني كل ما تحاشى الأخطاء. المحترفين مجاي يسعفوكم. يعني بصراحة مستوياتهم ما أقدر أقول لك يعني فد إضافة قوية، لكن يعني مستوى اللاعبين المحليين اللي موجودين عندي، ولا ربما اكو بعض المحليين يعني افضل بصراحه. انا شفتك عصبي على الحاله الاولى للجزاء للشرطه، يعني انا اول مره اشوفك هيك يعني متنرفز. انا اتنرفز على هاي الحالات اللي بيها توقيت، يعني من يخطئ حارس المرمى خطا بتوقيت هذا راجع له، هذا انا حتى مدرب الحراس ما الومه بصراحه، لكنه يعني الكره كانت سهله واللاعب ماخذ الكره طالع يعني مو على الهدف دايركت، وانما رايح للجانب، كان يفترض عليه ان يتوقف مكانه ما يصطدم باللاعب. على كل حال كعباس عبيد طموحك هذا الموسم مع بغداد؟ لا انا ويا بغداد حقيقه يعني بعد مباراتين اذا الفريق ما يمشي يعني وياي ما جاي يفوز بصراحه، جاي يقدم لكن ما جاي يفوز. انا اللي يسعفني الان مو الاداء، يسعفني يعني النقاط اللي جاي تروح من عندنا بصراحه. فاللعبه القادمه اذا شفت الفريق ما جاي يحقق نتائج اعتقد انسحب بصراحه، لانه يعني ما جاي يفوز وياي الفريق، يعني رغم الاداء ورغم التحسن والتطور اللي حصل بالفريق لكنه ما جاي يحقق، يعني ما جاي يحقق نقاط، لانه وضعنا يحتاج نقاط ما نحتاج اداء بصراحه. الاداء متكرر جيد جيد جيد، لكنه يعني بالمحصله تطلع خسران.